في الدقائق القليلة المتبقية من عمر هذا النقاش ينضم إلينا من بيروت إبراهيم ريحان الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ إبراهيم، هل اكتملت الظروف، نضجت الظروف إقليميا التي يمكن أن تنعكس على التفاهمات الداخلية اللبنانية حتى يصل اللبنانيون إلى رئيس توافقي أو إلى سلة التوافقات، ولا ليس بعد؟ أهلا، مساء الخير. اليوم الوضع في لبنان لا يزال داخليا على حاله بسبب انعكاس الوضع الإقليمي، لكن أهم ما حصل في خلال اليومين الماضيين كان اجتماع اللجنة الخماسية في العاصمة القطرية الدوحة، ويمكننا القول أن هذه اللجنة خلصت إلى خلاصات واضحة في الشكل. أولا، كان هذه المرة الأولى التي يصدر بيان، وهو بحد ذاته البيان المشترك يختلف عما كان الوضع عليه في الاجتماع الأخير في العاصمة الفرنسية باريس، إذ لم يصدر بيان بعد عقب ذلك الاجتماع. كذلك هناك نقطة أهمية مهم بالغة الأهمية بإعادة الاعتبار لمفهوم المواصفات، أي رئيس يرضي اللبنانيين جميعا ويتسم بالنزاهة ويستطيع أن يعمل مع صندوق النقد الدولي. هنا نتحدث نحن عن البيان وعن معلومات من مصادر مطلعة على الاجتماع. كذلك تم تشكيل إطار تنسيقي للاجتماع الخماسي، وسيستكمل المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان جولاته، ولكن بالتنسيق مع المواقف مع الدول الخمس، وسيكون له حسب المعلومات في المرحلة المقبلة زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء المسؤولين، وكذلك الأمر سيزور لبنان خلال بعد أيام من اليوم تقريبا في 24 أو 25 ما الشهر. الذي سيختلف في هذه الورقة قياسا بواقع الحال الذي يعيشه لبنان؟ بلا شك الاختلاف الذي حصل أن الفرنسيين لم يعودوا قادرين على التصرف بشكل منفرد، صار عليهم وحطم عليهم في هذا الاجتماع أن ينسقوا مواقفهم مع الدول المعنية في هذا الاجتماع، وتحديدا المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والولايات المتحدة. كذلك الأمر حتى دولة قطر تراجعت عن فكرة الحوار الصف الثاني، ما كان يعرف بخطة الحوار قيادات الصف الثاني في الأحزاب، لأن المملكة العربية السعودية كانت تعتبر أن هذا الحوار سيفضي إلى فتح ملفات بعيدة عن رئاسة الجمهورية، قد تصل إلى ما تطرحه بعض القوى عما يتعلق بشكل النظام واتفاق الطائف، وهي لا تحبذ كذلك باقي أعضاء اللجنة الخماسية أن يتم مناقشة هذا الأمر قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وبالطبع لم يكن هناك أي تحديد حتى لمناقشة شكل النظام وقضية النظام العقد الاجتماعي، ولكن أي أمر آخر من الأمور البسيطة يمكن مناقشته على طريقة الحوار بعد انتخاب رئيس الجمهورية. وكذلك ما يلفت الانتباه هو التلويح الرسمي العلني المرة الأولى من قبل اللجنة الخماسية بالذهاب نحو اتخاذ إجراءات أو عقوبات بحق العرقلي إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وهذا لم يكن معلنا بشكل بالاجتماعات السابقة، وهذا بحد ذاته أيضا تطور ينبغي على القوى اللبنانية الداخلية أن تنتبه له. وكذلك حسب المعلومات سيقوم وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي في زيارة إلى لبنان قريبا، وهناك معلومات تتحدث عن زيارة سيقوم بها إلى العاصمة الإيرانية طهران قبل توجهه إلى بيروت. يبدو أن هناك حراكا إقليميا يتعلق بملف الرئاسي، لكن حتى الساعة ما تزال المواقف الداخلية على حالها مع تنقض الثنائي أمل وحزب الله بترشيح الثنائي الفرنجي ورفض قوى المعارضة لإسم الفرنجي، ومن دون أن يكون هناك غلبة لطرف على آخر في مجلس النيابي، وهذا ما يشير إلى أن الأزمة لم يكن حلها قريباً.